توقعت شركة إكسون موبيل أن يبقى الطلب على النفط من دون تغيير تقريبا في عام 2050 مقارنة بالمستويات الحالية، وأشار تقرير صادر عن الشركة إلى الطلب على النفط الخام سيستقر في عام 2023 على أن يبلغ أكثر من 100 مليون برميل يوميا حتى عام 2050. وحذرت إكسون موبيل من أنه في ظل غياب استثمارات جديدة في صناعة النفط سينخفض إنتاج الخام إلى 30 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، أي أقل ب70 مليوناً من الاحتياجات العالمية.